يذكر العقيد شعباني أنه لما وصل إلى منطقة الجلفة أنه اللي قدم له القهوة تكلم معاه وقال له أنا جندي فرنساوي وأنه ورمى عليه القهوة على وجهه أو قال له أنه كان جندي عند فرنسا ورمى له القهوة على وجهه وقال له اللي يكره ضباط وجنود فرنسا راح يكون مصيره هكذا. هذه رواية رواها شعباني وجات في إحدى الشهادات لواحد من اللي كانوا معاه. الشهادات هذه موجودة، احنا عملوا لها رابط لمن أراد أن يطلع عليها ونشرتها بعض الصحف الصادرة في الجزائر. المحزن جدا أنه العقيد شعباني تمت محاكمته. طاهر زبيري كان تكلم على هذا في شهادة قدمها قبل فترة، ولكن أيضا كبار أو اللي كانوا معتقلين مع العقيد شعباني قالوا أنه اللي حكموه حكمته فرنسا، وأن العقيد شعباني قال لهم اليوم حكمتني فرنسا واليوم أعطت أوامرها باش يتم إعدامي. بغض النظر عن دور اللي لعبوا هواري بومدين في هذه القضية، هواري بومدين طبعا يتبرأ رحمة الله عليه، على كل حال يتبرأ من هذا الموضوع. وفي في حوار كان أجراه مع صحفي مصري تقدم اسمه لطفي الخولي يقول له باللي يقتل شعباني هو بن بلة، وبن بلة في روحه يتبرأ من هذه القضية ويقول أنه من نحن مذكرين أنه كان زار أم شعباني وقال لها أنه لم يكن له أي دور في مقتل شعباني وأنه يتبرأ من ذم شعباني. اعتقادي أن هذا دور المؤرخين راح يقوموا به وراح ربما يقدموا لنا صورة، لكن الانطباع الأول أنه كلا الرجلين وهما بالتأكيد كي أحمد بن بلة كي هواري بومدين كان لهم دور كبير في الثورة الجزائرية، وكان لهم لكن أيضا كان لهم دور كبير في الدمار اللي عرفته الجزائر بعد الاستقلال، خاصة وعلى الصراع في السلطة، على الأقل كان هناك صراع على السلطة. ونعرفوا كيفاش أنه جيش الحدود كان خاذ حرب ضد المجاهدين في الداخل وضد ولايات الداخل، وكان قتل 2000 جزائري أغلبهم غالبية العظمى من المجاهدين ومن مجاهدين الداخل. كيف أن جيش الحدود كان سحب وكان زحف على الجزائر قادما من غار ديماو ومن وجدة باش يسحب على السلطة، ومن بين اللي كانوا موجودين آنذاك هوري بومدين، ولكن أيضا كان موجود معاه عبد العزيز بوتفليقة وكان موجود معاه آخرين في جيش الحدود. نعرف أن جيش الحدود ما كانش لعب دور كبير داخل الثورة الجزائرية، ولكن كان عرف أن بومدين كان له دور داخل الثورة الجزائرية بكل تأكيد، لكن جيش الحدود كان دوره ضعيف بالمقارنة مع جيش الداخل. ومع ذلك جيش الحدود زحف الجزائر واخذ السلطة عنوة ودار انقلاب، وكان أول انقلاب في تاريخ الجزائر كان انقلاب على الحكومة المؤقتة اللي كان يقودها آنذاك المرحوم يوسف بن خدة. هذا الفصل مؤلم من حياة الجزائر لابد من أن تكتب كل تفاصيله، لكن قعدنا فترة طويلة ونحن يعطونا التاريخ الرسمي وهو مليء بالأكاذيب ومليء بالأخطاء ومليء بالبطولات الزائفة، وكما هو قصر في حق رجال عظماء من أمثال عبان رمضان ومن أمثال كريم بن قاسم ومن أمثال خيذر ومن أمثال بوضياف ومن أمثال شعباني ومن أمثال أيت أحمد ومن أمثال آخرين اللي كانوا لعبوا دور كبير في الثورة الجزائرية. نقل على العربي بن مهيدي أيضا آنذاك أنه كان لما كان راح يعدم ولما كان أنه كان أخشى ما يخشاه هو الصراع اللي راح يحدث على السلطة، وللأسف حدث هذا الصراع. طبعا هناك قضية إذا زحف جيش الحدود، وهذه قضية ربما يكون عندي وقت نتكلم عليها على الأقل من المصادر اللي أعتقد أنها أنا قريت كثير في هذا الموضوع، وهناك مصادر تاريخية ممكن أن نخرج ببعض الخلاصات لما نقرأ لكل الآراء. إذا قضية الشيء اللي حدث ضد الحكومة المؤقتة في صيف 62 ما بين خاصة جوان وسبتمبر 62، وهناك أيضا قضية مقتل آلاف من الجزائريين آنذاك، كانوا كثير منهم حركة وعملاء، ولكن كانوا أيضا فيهم بعض كان فيهم كثير من الأبرياء اللي تم
اعدامهم نتيجه للصراعات اللي كانت موجوده. وقتل إذن في آنذاك اكثر من 2000 من كبار مجاهدي الثوره. ثم نعرف ان هذاك مستمر الصراع على السلطه، وكان هناك الخلافات اللي كانت مقامة الولايه الثانيه والثالثه، وكيفاش انه ايت احمد اضطر انه مره اخرى يحمل السلاح، ودخلنا في صراع إذن آنذاك ما بين الولايه الثانيه والثالثه والحكومه الانقلابيه اللي سيطرت على الوضع برئاسه بن بلة. ثم اذا الفصل يمتد، وين العقيد شعباني يحمل السلاح مره اخرى ضد الحكومه اللي كان يراسها بن بلة وكان يدعمها بومدين واخرين. ثم قضيه اذا القاء القبض على شعباني واعتقاله واعدامه بطريقه بائسه، واللي القوا عليه القبض كانوا ضباط داخل الجيش الفرنسي، وكان هو من بين الاشياء اللي كان يحتج عليها بشده، او قيل ان قتلته، قيل امرين قتلوه. الامر الاول انه كان ضد تواجد ضباط الجيش الفرنسي داخل مراكز حساسه في الدوله الجزائريه، وكان يقول انه لابد ان لا تعطى لهم اكثر من وظائف تقنيه. والامر الثاني كان دعوته ان تكون الجزائر عربيه مسلمه بدون تفريط في اصولها الامازيغيه، ولكن في انتمائها الحضاري العربي الاسلامي. وكما قلت يتفق الناس او يختلفوا مع هذا الطرح، ما كان يجب ان يغتال احد عظماء الثوره بهذه الطريقه، مثل ما كان يجب ان يغتال عبان رمضان بكل تاكيد. واللي كثير يقولوا انه كان يدعو الى العلمانيه. اذا الافكار لا تقتل الناس على الافكار، خاصه لما يكونوا مجاهدين وثوار بمقاييس عبان رمضان وبمقاييس شعباني وبمقاييس اخرين كثير تم اغتيالهم. قضية شعباني لابد اعتقد ان المؤرخين الجزائريين يطرقوا لها وبكل موضوعية، ويحدثون على هذا الرجل العظيم اللي كان له كان واحد من كبار الاستراتيجيين في الثورة الجزائرية، واللي النظام الرسمي الجزائري منذ 64، منذ اغتياله، منذ اعدامه، وضع عليه تغطية كاملة، غطى الامر تماما، بل كل ما ذكر كان يذكره بالخيانة. والكثير من الجيش، شباب الجزائر وابناء الجزائر وحتى المتعلمين منها ما يعرفوش عليه كثير. قضية شعباني تطرح مرة أخرى إذا قضية كيف تم الاستيلاء على السلطة في الجزائر، كيف كان الاستيلاء يتم بالقوة، كيف كانت الاغتيالات. هذا لا يعني، عندما أتحدث عن هذا الموضوع وليكن هذا واضح، هذا لا يعني مس بالثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية كانت من أكبر ثورات في القرن العشرين. الثورة الجزائرية هي من أقدس الأشياء اللي نؤمن بها، ومن أقدس القضايا اللي نؤمن بها. والثورة الجزائرية كانت قضية جهاد شعب مظلوم مطحون مقهور ضد قوة استبدادية، ضد قوة إرهابية، ضد قوة إجرامية دمرت الشخصية الجزائرية، دمرت التاريخ الجزائري، دمرت الوطن الجزائري، دمرت الدولة الجزائرية اللي كانت آنذاك الاستعمار الفرنسي. إذا ليكن هذا واضح، وإنما هناك نقد، ولا بد أن يكون هناك نقد موضوعي لتلك الفترة، ونقد موضوعي لعمل الرجال مهما كانوا، ومهما كانت أهميتهم، ومهما كانت ثوريتهم، ومهما كانت قوتهم، ومهما كان، لابد أن نتعلم دروس التاريخ. لأننا اللي صرى في 92 والانقلاب اللي حدث في 92 وما دفعته الجزائر أكثر من 200,000 قتيل ودمار هائل، كان سببه ويعود لمشاكل في 62 اللي ما لم تحل بطريقة عقلانية، لم تحل بطريقة مبدئية، لم تحارب على طريقة عادلة أو بطريقة منصفة، أدت بنا إلى هذه المآساة الحقيقية اللي عرفناها فيما بعد، وأدت تراكماتها، وأدت حب السلطة، وأدى استقدام ضباط فرنسا ووضعهم في مراكز مهمة، ثم استيلاء ضباط فرنسا على الدولة الجزائرية سنة 92. إذن هذه قضايا خطيرة، هذه ملفات خطيرة، لابد من أن يكون هناك من يتحدث عنها بكل إنصاف بكل موضوعية، ويقول لنا من فعل ماذا بمن ولماذا وكيف تمت هذه الأحداث، وكيفاش أهم شيء نتعلم الدروس في المستقبل عندما ينتهي هذا النظام الإجرامي، عندما تنتهي هذه العصابة الإجرامية، أنه ما تصارش الجزائر وما تقادش الجزائر عن طريق تصفيات الجسدية. ما يقتلش وضياف، وما يقتلش خيبر، وما يقتلش كريم بالقاسم، وما يقتلش الخميستي، وما يقتلش
عبد رمضان ويختل الشعباني وغيرهم كثيرين من نعرف ومن لا نعرف من عظماء اللي انجزوا من الجزائر ما يقتلوش من اجل السلطه ومن اجل الخلاف على السلطه ومن اجل الخلاف على المراكز ومن اجل الخلاف. لابد ان تعرف الجزائر والجزائريين في المستقبل كيفاش يصنعوا اليات لحل الخلافات، كيفاش يكون هناك مؤسسات حقيقيه، كيفاش لا يكون هناك استبداد، كيفاش لا يكون هناك سيطره من طرف اشخاص او من طرف ناس يحبوا السلطه على البلد وعلى الدوله وعلى الوطن، وان يدفع الوطن ضريبة غالية وندفع الشعب ضريبة غالية نتيجة لطموحات غير طبيعية وطموحات بل أطماع غير طبيعية لبعض الأشخاص من أجل أن يكونوا في السلطة. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.